حياكم الله مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول مهندسي العراق بلا منصف. راح نتعرف على تفاصيل وصلتنا مناشدة من قبل المهندسين الخريجين القدامى والخريجين حاليا حول موضوع تعيينهم في وزارة النفط والشركات النفطية التابعة للوزارة، لكن رغم المظاهرات والمطالبات لحد هذا اليوم ماكو إنصاف لهذه الشريحة المهمة واللي ممكن تخدم البلد على حساب اليوم العمالة الأجنبية ويعني العاملين في الشركات النفطية الأجانب. راح أتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي راح يشاركني الحديث الأستاذ وسام العلي، مهندس نفط وأيضا أحد أفراد تنسيقية نفط العراق. حياك الله أستاذ وسام. اهلا وسهلا. اولا ارحب بقناتكم ونشكرهم، طبعا نشكرهم على ايصال صوتنا مهندسي نفط العراق المظلومين، ومظلومين طبعا مظلوميتنا مظلوميه حقيقيه وليس ادعاء مثل بعض الشرائح اللي يدعون المظلوميه. نشكركم مره ثانيه ونشكر قناتكم الموقره. احنا طبعا نشكركم على المناشده. احب انوه للساده المشاهدين انه ارقام الاتصالات راح تكون مفتوحه اللي يحب يشارك من خلال الارقام اللي راح تظهر اسفل الشاشه وايضا عن طريق خدمه التليجرام. ارجع ويا ضيفي استاذ وسام، هموم المهندسين بالعراق كثيره، برايك من اين نبدا؟ نبدا طبعا كل شريحه بالعراق لها نقطه بدايه، ولكن مهندسين نفط العراق للاسف بسبب تهميشهم ومظلوميتهم عندهم عده نقاط للبدايه. يعني ايش ابدي لك؟ مثلا مهندسي نفط العراق العدد القليل اللي كلفتهم قليله جدا، اللي معدلاتهم عاليه، اللي على المستوى التطبيقي اعلى كليه، واللي على المستوى العلمي ثاني اعلى كليه بالعراق او ثاني اعلى شهاده، وعددنا كلش قليل، قاعدين يفترشون الشوارع للاسف. عددنا لا يتجاوز 3000 مهندس نفط بالعراق، لا يتجاوز 3000 مهندس نفط بالعراق وتابعين الوزاره منتجه اللي هي وزاره النفط، اللي هي حاليا هي اللي معتمده ميزانيه العراق معتمده على وزاره النفط، وبالتالي مهندسين النفط اللي هم يعتبرون الصمام الاساس والبناء لوزاره النفط تهملهم وتمشهم. والمساله الاكبر انه اغلب المسؤولين الحكوميين ناسين موضوع مهندسين النفط، على الرغم من عددنا القليل جدا، عددنا لا يتجاوز 3000 مهندس. عددنا لا يتجاوز 3000 مهندس، وكلفتنا بالتعيين 2 مليون دولار، يعني اعتقد حسب المعلومات اللي اخر شيء طلعت عليها انه اصلا ما يحتاج حتى ننضمن بالميزانيه. ليش ما يحتاج ننضمن بالميزانيه؟ لانه الميزانيه يخصون بها المبالغ الكبيره والمبالغ المتوسطه والفقرات اللي تاخذ كلفه صغيره يعني. ولكن كلفة مهندسين نفط العراق، كلفة تعيينهم اصلا حتى مو كلفة صغيرة، بل كلفة ضئيلة جدا. وانطيك مثال اختي يعني لو سمحتي، مثلا عندنا 48 شركة تقريبا، 48 شركة تابعة لتشكيل وزارة النفط في العراق، 48 شركة. فلناخذ مثال صغير حتى تكونون بالصورة بشكل اوضح، ويا ريت المسؤولين والنواب ومن اصحاب الشأن والقرار ينتبهون لهذا الموضوع وهاي النقطة حتى تكون يعني مثال لهذا الدليل القاطع. يعني عندنا مثلا شركة نفط الشمال، شركة نفط الشمال نسبة إنتاجها من النفط العراقي 2% فقط، تخيل 2% نسبة قليلة جدا. نجي على شركة نفط الشمال اللي نسبة إنتاجها 2% فقط، تنتج شهريا 186 مليون دولار، 186 شهريا. هاي ال 186 مليون دولار مليونين فقط، مليونين فقط كافيات لحل مشكلة جميع مهندسي نفط العراق، الكل الدفعات والكل المحافظات والكل العراق، وما تبقى يعني ما يبقى أي يعني مهندس نفط. نحسب موازنة شهرين لهذه الشركات ممكن يتعينون بها كل خريجين يعني الشركات، عفوا يعني خريجين النفط تحديدا ضمن هاي الموازنات، يعني 186 تحتاجون مليونين، فممكن تتعينون بهاي المبالغ. هاي نقطة طبعا ازيد الشعر، قلت لك يعني ترى شركة نفط الشمال، بس لو سمحتي، ترى شركة نفط الشمال هذا انتاجها 2%، 2% من الانتاج النفط العراقي، 2% وهذا ال 2% ايش قد المبالغ راح يجنوها؟ يعني على اعتبار 98% من الانتاج، يمكن الاغلبية اعتقد 90 او اكثر من 90% او 95%، طبعا محافظتنا العزيزة البصرة يعني اختي. نعم احنا بدورنا اختي، يعني احنا مهندسي نفط العراق
احنا لو يعني معدلاتنا ناصيه وكلياتنا ناصيه والله ولا نطالب الحكومه، ولو عددنا يعني عددنا كبير ما نقول يجوز احنا نكلف الحكومه ونكلف الميزانيه. ولو مثلا احنا نقبل بالوزارات الاخرى همينا كان قلنا يا ابو احنا نقبل بالوزارات الاخرى ونروح، يعني خل اذكر لك بعض النقاط والتفاصيل. النقطه الاولى كل الوزارات ترفض مهندسين النفط ومن حقهم، احنا مهندسين نفط تخصصنا بالقطاع النفطي، يعني ما معقول اني مهندس نفط اروح اداوم مثلا وزاره التربيه او اروح اداوم مثلا وزاره النقل او وزارات اخرى. كل الوزارات ترفضنا، تخيل حتى مجتمعات المنظمات المدنيه يعني هم ايضا ترفضنا، ايضا مهندس النفط مرفوض، مهندس النفط ما تقبل فقط وزاره النفط، فقط وزاره النفط. ومن وهنا حقها عندنا يعني تناقض. الوزارات، ما معقولة هو مهندس نفط يروح يشتغل مثلا بوزارة الاتصالات، هو اختصاص نفط، اختصاص شركات نفطية، بالتالي يوم من حق الوزارة والشركات النفطية هي اللي تعينه. يعني انتوا ولد الوزارة، انتوا احق بيها، انتوا احق بالعمل بالشركات النفطية. اليوم نشوف العمالة الأجنبية غزت هاي الشركات النفطية، زين ليش والله اليوم العراقي ما هو يغزي هاي الشركات على حساب اليوم العمالة؟ كلامك عين الصواب، ولكن منو يسمع هسه؟ احنا طبعا احنا الحمد لله سنه وشهر يعني اثناء الفراغ الحكومي، والان بدا يعني بعض النواب يستجوبون لاخواننا التنسيقيه اللي موجودين هسه معتصمين، صار هالاسبوع الثاني اخواننا معتصمين باب الوزاره، وقسم عندنا من مهندس النفط يريد يجي يعتصم، تخيل يعني اختي العزيزه يريد يجي يعتصم، اجره مال يعني نقل حتى يجي للاعتصام ما يمتلك، هو مهندس نفط معدل عالي يعني معدل عالي وممتلئ رغبه وطموح، ومن كان بايام الاعداديه طموح هندسه نفط او طبيه ومتخرج هندسه نفط، وتالي بعد ما يتخرج وعنده طموح ما كان متوقع انه هيك راح يواجه عائق التعيين امامه، او ما يعني كان يتوقع انه الدوله ما تنتبه له او ما ترسم له المستقبل ماله. المهم اني اركز على النقاط المهمه بحديثي، انه وزاره النفط للاسف يعني احنا السيد الوزير الحالي طبعا الله يوفقه ان شاء الله يبين الرجل، يعني كبدايه انه استقبل اخواننا التنسيقيه قبل يومين وقالهم ان شاء الله راح اطالب بالقضيه، ولكن للاسف الوزير الراحل نقول الله يوفقه يعني الرجل راح، يعني حسان عبد الجبار ظلمنا يعني قعد بالوزاره 3 سنوات، وهو بلسانه وعندنا تقارير موجوده له وعندنا مقاطع فيديو من يعني نص كلامه يقول احنا عندنا التزامات يعني وزاره النفط. معالي وزير النفط الاستاذ حيان عبد الغني هو اللي التقى بكم شخصيا؟ التقى بينا شخصيا قبل يومين، ولكن عن طريق وساطه 7 نواب من ضمنهم علاء الحيدري، والتقى بالاخوه التنسيقيه وحكوا للمظلوميه، والصراحه يعني تواصلتوا ويا معالي الوزير؟ شنو كان رده؟ شنو كان جوابه على موضوع تعيينكم وملفكم؟ رد كان للملف مالنا، الرد ماله قال اني يعني الوزير الجديد قال الصراحه طرحت علي عده مواضيع، ولكن موضوع هندسه النفط اول مره يطرح علي، يعني هذا مو ظلم مو جريمه، وزاره النفط ما تدري بابنائها، يعني خصوصا احنا مهندسين نفط ابناء وزاره النفط يعني وعددنا قليل، وزير يعني ما يعرف انه اليوم عنده مهندسين خريجين قاعدين عاطلين عن العمل يفترسون الشوارع والارصفه، هاي صور من يعني التظاهرات والاعتصامات. يعني واحد كاتب اريد جنسيه بنغاليه حتى احصل على وظيفه، هذا هو حال الخريج والمهندس. اجيك على هالموضوع، هالموضوع بعد يعني غث اكثر، ولكن بس خل عبرت نقطه مفرده لازم اذكرها. طبعا السيد الوزير هذا الوزير الجديد الاستاذ حيان هو جديد على الوزاره، يعني يعني تعرفون كلكم تعرفون يمكن صار ايام من استلم الوزاره، ولكن احنا اول لقاء اخواننا التنسيقيه هندسه النفط اللي التقوا به وطرحوا لنا الموضوع عن طريق 7 نواب بالحرف الواحد، قال اني اول مره تطرح علي قضيه مهندسين النفط ولا ادري اذا اكو مهندسين نفط ما متعينين وباقين، قالوا راح اطالب بالقضيه كل اللي قال. يعني اليوم معالي الوزير استاذ حيان صار عنده علم بخصوص الخريجين، تحديدا خريجين وزاره النفط او خريجين يعني هندسه النفط، شنو الاجراءات اللي ممكن تصير بعد ما صار عنده علم وشافكم معتصمين لمده اسبوعين امام مقر الوزاره؟ شنو الاجراءات اللي ممكن تصير؟ والله
الاجراءات كاذا احكي لك يعني بطريقه قانونيه، الاجراءات يا اما تجي عن طريق يعني مثلا اجراءات عن طريق القوانين التنفيذيه او عن طريق اجراءات تشريعيه، يعني مثلا مثل تنفيذيه عندنا وزاره النفط التنفيذيه ورئاسه الوزراء التنفيذيه. فاذا وزاره النفط رفعت طلب مثلا لرئاسه الوزراء او هذه تعتبر جهه تنفيذيه، او ممكن وزير النفط يعني يرسل طلب لرئاسه البرلمان بصفته جهه تنفيذيه. رئاسه البرلمان ممكن ان تطالب او ترسل طلب للجنه الماليه البرلمانيه بصفتها جهه تشريعيه. عندنا الجهه التشريعيه حتى على مود اوضح المفهوم للمشاهدين والاخواننا مهندسين النفط، عندنا الجهه التشريعيه اللي لها القرار بالنسبه لمهندسي نفط العراق، اللجنه الماليه ولجنه النفط والطاقه، هاي جهات تشريعيه. ممكن ان تشرع قانون وتضمنه من ضمن الميزانيه واستيعاب جميع مهندسي نفط العراق. كذلك رئاسه البرلمان. الجهه التنفيذيه وزاره النفط ومجلس الخدمه الاتحادي ورئاسه الوزراء. زين، هذول شنو الجهات موضوع التنفيذيه. قانون النفط؟ يعني حاليا دا اشوفه من خلال بلوسترات اللي يعني خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. شنو موضوع القانون؟ يا قانون من عندهم بالضبط. انتم طالبين بتشريع قانون النفط. بس نطالب، عفوا اختي، اسف اسف اختي، نعم، احنا حاليا نطالب ب يعني تضمين او تشريع او تخصيص او تضمين قانون او تضمين تخصيص او تخصيص 3000 درجه وظيفيه لمهندسي نفط العراق ضمن ميزانيه 2023. نعم، هذا الطلب مالنا مهندسي نفط العراق 3000 مهندس وكلفتنا 2 مليون دولار. هذا الطلب مالنا اعطيناه للوزاره وبعض النواب وصعدناه رئاسه مجلس النواب وجاي نوصل صوتنا لهم وجاي نشتغل على هذا الاساس. يعني حبيت اذكر بس نقطه، انت سالتيني وما جاوبتك على السؤال، انه احد المهندسين نعم، رافع انه يغير الجنسيه مالته الى الجنسيه البنغاليه. يعني زين، هذه احد نقاط ظلم مهندسي نفط العراق. قلت لك مهندسين نفط العراق عددنا 3000 مهندس كلفته 2 مليون دولار فقط وما يبقى مهندس نفط عاطل بالعراق. للاسف عندنا هنا بالعراق عمال اجنبيه عشرات الالاف، عشرات الالاف جاي يعملون بالقطاع النفطي بالعراق. والمشكله الاكبر انه العامل الاجنبي يتقاضى راتب، الراتب ماله يعادل رواتب 5 إلى 6 مهندسين نفط عراقيين، باكستانيين واتراك وبنغاليين والى اخره. فهذا يعني حتى اجاوبك على هذا اللي قال انا اغير جنسيتي حتى اصير اجنبي، بل كنت اجي بلدي اشتغل، يعني بلدي قام يحن على جانب يعني صراحة وشر ويشغل شر البلية ما يضحك. عراقي وخريج هندسة نفط واليوم يريد يغير جنسيته في سبيل يعمل بالوزارة أو بالشركات النفطية اللي هي بالعراق، وهو ابن هذا البلد وابن خيرات هذا البلد، فأكيد هاي هي طامة كبرى. يعني يوم يتخلى عن جنسيته في سبيل الحصول على فرصة عمل وتعيين، وين الإنصاف لعد اليوم؟ هذا هو حال الخريج اللي تعب ودرس سنوات. يعني الله يعينكم. طبعا اختي هم اذكر نقطه ثانيه، يعني الحكومه هسه حاليا وبالميزانيه مهتمين للمحاضرين والعقود والشرائح الاخرى، من حقهم الشرائح الاخرى، احنا والله مو حسد، نتمنى كل مواطن عراقي، كل من يحمل شهاده ودرس وتعب يستحق ان يحصل تعيين وفرصه عمل، احنا مو حسد مو من هذا الباب، ولكن انه يطالبون مثلا محاضرين وعقود عددهم 300,000 على وزارات مستهلكه ومتناسين مهندسين النفط اللي عددهم 3000 ما يتجاوز 3000 وعلى وزاره منتجه وشهاده عاليه ومتناسينهم. من جانب ثاني الشهادات الاخرى عندها فرص تعين بوزارات اخرى، احنا ما عندنا فرص تعين بوزارات اخرى، احنا لو نتعين بوزاره النفط لو تعبنا يروح هباء منثورة دراسه 16 او 18 او 22 سنه دراسه بكليه صعبه ولغه انجليزيه، وطبعا يعني طموحنا عمر حتى كامل نحصل الان هي أفيته في الدراسة ويعني التعب وسهر الليالي والجهد، لكن مقابل شنو؟ ايش حصلتوا اليوم من الشهادة كخريجي يوم من حصلنا من الشهادة؟ يا اختي العزيزة احكي لك الصراحة، والله انا يعني احنا بدينا ننسى ان احنا مهندسين نفط. نعم. يعني قمنا بالشارع، يعني وصلنا الى مرحلة اللي يقول لي انت شو مخلص؟ اقول له مخلص دراسة بس ما اذكر الاختصاص. يعني تخيلي انه احنا اعلى شهاده من التخصصات الاخرى، قمت اذكر التخصصات الادنى
قمت اتمثل به ولا اقول مهندس نفط، اخاف من تنمر الناس علينا يقول لي انت مهندس نفط ومعدل عالي وتعبت نفسك وروحك وتالسه انت قاعد بالشارع وعددكم قليل، صار تنمر الناس علينا لان عددنا قليل يعني. هاي نقطة، النقطة المهمة اللي اريد اذكر بها، طبعا هاي احد نقاط الظلم، احنا عندنا اختي العزيزة عندنا نقاط ظلم هواية مو واحدة واثنين. نعم. النقطة المهمة اللي انظلمنا بها ايضا سنة 2021 العام الماضي بدور حسان عبد الجبار، اكثر وزير ظلمنا للامانة، انا الوزير الرجل ما اعرفه يعني ولا يعرفني، اكيد انا مواطن عراقي ولكن انا خريج قديم وعاصرة وزراء النفط يعني المعيبي والغضبان. نعم. بأي سنة تخرجت؟ والله أنا خريج 2015 14 15. من 2015 لحد هذا اليوم أنت ما متعين ولا محصل على فرصة عمل داخل الشركات. نعم نعم، مو بس أنا ما أحكيلك عن نفسي، أنا أحكيلك عن زملائي من 2015 ل 2021. أنت واحد من بين ال 3000 يعني خريج هندسة. زين، أكو ناس يعني خريجين وياكم يعني سنوات تخرجهم يعني قبل هذا التاريخ؟ اكو قليل يعني بعدد الاصابع 14 13 واحد، يمكن اكو 13 واحد، 14 نعم. قليل و15 ازداد العدد، بس اختي يعني ما يحتاج المقارنه بهذا الجانب، احنا اساسا جاي اقول لك يعني احنا المهندسين نفط بكل العراق لكل المحافظات لكل الدفعات لل 22 احنا عددنا 3000، يعني ما يحتاج اذكر انه هذا بيا سنه تخرج او هاي بيا سنه، لو عددنا مثل ضخم 300000 400000 ممكن ان نذكر نقول القدماء هالقد والجدد يعني هالقد عددهم، ولكن احنا بالاساس كنا ما نتجاوز ال 3000، وانت جاي تبوعين الصوره امامك يعني شوفي خطيه يعني قاعدين بالشارع وهذول اغلبهم جايين لا شغل ولا عمل ومداين الاجره على حساب الخاص ويجي قاعد بالشارع ما عنده بس رحمه الله ثم التعيين. اختي قبل ما يعني بس ارجع على نقطة مهمة اذكرها نعم. يعني على 2001 نقطة مهمة، عندنا اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلي من ويانا؟ انا مهندسة نفط اسمي زينب فاضل من محافظة كربلاء. حياة طبعا شرح. مهندسين النفط بعموم العراق فئة مهمشة مظلومة. نعم. صار لنا اكثر من 6 أشهر نظهر امام وزارة النفط من كافة المحافظات العراقية، يعني ابو البصرة ابو الناصرية ابو العمارة يقلعون ميل يعني الدنيا ليل حتى يوصلون. نعم. احنا عيب محافظة كربلاء، على الرغم من ان مهندسي العراق بعموم العراق مهمشين، الا ان مهندس النفط بالفرات الاوسط يكون الظلم عليه بشكل مضاعف. شو السبب؟ مهندسي نفط كربلاء افتتحتوا مصفى كربلاء ما يتجاوز ال 100 مهندس. مهمشين؟ عددنا ما يتجاوز ال 100 مهندس. افتتح مصفى كربلاء احنا سنة كاملة الظاهر اوامر المصفى، وصلنا صوتنا لكل المسؤولين وللمحافظ ايضا محافظ كربلاء. مصفى كربلاء اللي هو ثاني اكبر مصفى بالشرق الاوسط اجت عن استيعاب 100 مهندس نفط، وصل بينا الحال انه نقول لهم يعني دخلونا باي صفة، حتى اذا انتم ما محتاجين مهندسين نفط، حتى لا محتاجين فنيين، فقط احنا مستعدين يدخل على شهادة السادس. نعم. ونوقع لكم تعهد احنا ما نطالب شهادة الهندسة، هندسة النفط، تخيلي وصل بينا الحال لهالدرجة، مع ذلك ما لقينا أي استجابة. وفتح المصفى والمل عمالة أجنبية، العمالة الأجنبية بالمصفى من 80 إلى 85%. نعم. شنو الرسالة حابة توجهيها؟ أنا يعني من خلال قناتكم نرجو من السيد محمد الشياع السوداني، السيد حيان عبد الغني وزير النفط، ان ينصفون هذه الفئه المظلومه، لانهم ايضا مهندسين يعرفون انه مهندس النفط بالعراق يعني هو مهندس النفط، ماكو اي وزاره تستقبله وماكو اي قطاع خاص يستقبله غير وزاره النفط، احنا هسه حتى اذا نريد نروح نشتغل بالقطاع الخاص وبالشركات الخاصه اللي بالجنوب. نعم. التوظيف بها يكون على اساس بطاقه السكن بشكل اولي، يعني بس لابناء المحافظه. بالاضافه الى مكاتب التشغيل المركزيه اللي صايره بمحافظه البصره وميسان، انا خريجه ميسان. ما حصلت حتى فتره تدريب بميسان. يقول لي ما يخالف انت حتى اذا تجيني تنقبين، يعني عندك كفاءه تنقبين، راح يشتكون عليك اهل المحافظه نفسهم ويعني ما راح تنقبين. ليش هم ابناء المحافظات؟ ليش محاصرين المحافظات؟ يعني ايش خريجين نفط البصره؟ ما نقدر نشتغل. نعم.
ايش مستفادين هم من الشركات النفطية أهل البصرة؟ الله يعينهم، بس الأمراض السرطانية والتلوث البيئي والجوي. صحيح صحيح، المهندسين النفط وهم أهل البصرة بالذات، يعني هم هواي معانين من الشركات النفطية والعمالة الأجنبية. أيوة نعم، إن شاء الله نرجو من خلال برنامجكم أن يوصل صوتنا. وشكرا إن شاء الله، شكرا جزيلا لك اتصالك عزيزتي، نورتينا، تحياتنا لك. نعم، عندي ضيف أيضا داخل الاستوديو انضم معي الآن، الأستاذ حيدر، مهندس نفط، حياك الله. أهلا وسهلا سيد حيدر، نريد نعرف معاناتكم كخريجين نفط. والله يا سيد بالبداية نشكركم على هذه الجهود اللي قدمتوها لنا. نحن مهندسين نفط خريجين من كافة المحافظات العراقية، من الموصل إلى البصرة، خريجين متراكمين. عندنا خريجين زملائنا 2016-2017 لحد الآن هم ما محصلين فرصة بالتعيين. نعم. وما أخذوا حقهم، والوزارة دائما ما تكون منصفة ويا مهندس النفط. ما أعرف إنه مهندس النفط وين يشتغل، عنده مكان ثاني آخر حتى ينطونا به خبر، حتى نروح نشوف لنا غير شغله. إحنا تعييننا فقط على وزارة النفط وعلى الشركات وملاكات وزارة النفط. فالآن إحنا صار أكثر من سنة نتظاهر أمام الوزارة، والوزارة ما تأخذنا بعين الاعتبار. ما أعرف، ما يشوفونا، ما يدرون بينا، ما يعرفون إنه بشرك وبالشارع هذا ده يعتصم ده يتظاهر، شي يريد واقف بالشارع. إحنا ما عندنا غير حل إنه الاعتصام والاستمرار أمام وزارة النفط. إحنا هذا إلى متى يعني تبقون معتصمين حيدر؟ نبقى حتى لو نموت، نبقى. إحنا صار لنا 10 أيام، نبقى يجوز 100 يوم، 100 سنة، 100 شهر، إحنا باقين إلى أن نأخذ حقنا. الحقوق تأخذ ولا تعطى. وحقوقنا يعني تحملتوا حرارة الصيف مقبلين على فصل الشتاء وبرد. نتحمل كل شيء. هذا هو الوزير أو غيره أو الوكلاء اللي تفوت المواكب وتشوفنا، إذا يرضاها إنه ابنه ينام على الرصيف، يقعد بالشارع، فيعني يمكن راضى علينا بهاي الوضعية. لأن إحنا هاي مو هينة علينا ولا هينة على أهلنا اللي تعبوا علينا 16 سنة 17 سنة دراسة، تعبانين علينا لحد ما وصلونا وعانوا معانا ودفعوا دم قلبهم حتى يشوفون أولادهم بهيجي مرحلة وبهيجي مكانة. نعم. اليوم الأب الأم تفرح بابنها، ما تفرح بنفسها، توصل لمرحلة معينة تفتخر به. لكن الوزارة الآن ما تنصفنا، فإحنا باقين ومستمرين ومعتصمين. يجي الاجنبي هنا يشتغل بالشركات وبالحقول العراقيه اللي هي ارضنا وهذه قاعنا، المفروض احنا اللي اولى بيها، احنا اللي نطورها. يجي الاجنبي هنا معزز مكرم يستلم اقل عامل اجنبي، مو مهندس، العامل الاجنبي اللي هو يسوي شغلات بسيطه، يستلم من 3000 الى 5000 دولار، اي ما يعادل يعني تقريبا ما يعادل تعيين 5 الى 10 مهندسين عراقيين راتبه. فكيف عامل واحد ياخذ مكان 5 إلى 10 عراقيين؟ المهندس الاجنبي ما نحكي بالارقام، لان عندنا الكتب كلها يم زميلي حيدر. نعم. جايبها وياه وراح يطرحها ان شاء الله. زين حيدر، اكو ناس خريجين وياكم تعينوا يعني على حساب اليوم دفعوا مبالغ ماليه او يعني واسطات وتعينوا بالوزاره او يعني على الشركات؟ موجوده موجوده، هذا الموضوع احنا كنا ما نسولف بيه وما نحكي بيه، بس بعد وصلنا مرحله كل شيء نحكي. درجات موجوده، ووزاره النفط تمويلها ذاتي، كل الرواتب كل المخصصات من الشركات الرابحه، ما لها اي ارتباط بوزاره الماليه، هذه حجه فقط مخليها. الشركات الرابحه هي اللي تصرف. فالدرجات موجوده، ودرجاتنا احنا واللي راح يتخرجون بالجديد بالحديث كلها موجوده، لكن الوزاره بيناتهم صايره بيع ومراوس وجيب كذا مبلغ وعينك جيب كذا مبلغ ونقلك ارقام خياليه، 30000 دولار 40000 دولار، والما عنده يبقى نايم بالشارع حاله من حالنا، يبقى الى ان ينتظر الفرج رحمه الله، لان هذا مستقبلنا احنا، ويعني هم حظنا انه صار مصيرنا بيد هيك ناس. فاللي نرجوه الان من سياده رئيس يعني الوزراء، يعني الخريج يوم خريج النفط هندسه النفط يعني يوم لو عنده 30 40 الف دولار يروح يفتح يروح يعيش ملك بيها يعني، بس هم الظاهر هذه بياناتهم ومنطيها للاجنبي. الاجنبي قلت لك ما خليتني اكمل، مهندس النفط الاجنبي او المهندس بصفه اي شيء بالموقع يستلم له من 10000 دولار الى 20000 دولار. وبتروناس قبل شركه بتروناس الماليزيه
قبل كم يوم نشروا بيها منشور مهندس اجنبي دا يستلم 850 ورقه، 850 الف دولار. هذه يعني هذا الرقم يعين له 125 مهندس عراقي على القليل. زين ليش انا ما عين كفاءات عراقيه، ايادي عراقيه؟ المفروض هذا الموضوع، هذا 1000 دولار اوزعها اليوم على الايادي العراقيه. هذا السؤال ينطرح الى وزاره النفط، المفروض هي المسؤوله عن التخطيط واصدار هي الاوامر ومتابعه هذه المواضيع ومتابعه هذه الشباب حتى يلقوا لهم صوره حل. انا مو ابقى الظاهر ويلا احصل حقي زين، يعني والباقي شلون؟ ما عندكم كفاءات، ما عندكم عقول نيره ممكن تدير هاي الشركات؟ ممكن يعني كلنا اصحاب كفاءات متخرجين من احسن الجامعات العراقيه، الجامعات سواء كانت في العراق او الجامعات الاهليه او خارج العراق، اللي سافر وتعب حتى يحصل هاي الشهاده اللي هي شهاده مهندس النفط معروف بها دوليا وعالميا وكل شيء، انه هي من بعد الطبيه معدلاتنا كلنا عاليه. يعني رغم الشهادات العاليه والمعدلات العاليه والتعب والجهد، لكن ايضا يعني مهندس النفط راتبه قليل اسوه بالجهد والعمل اللي دا يقدمه بالشركات. بالضبط بالضبط، هذه كلها يعني المواضيع هذه كلها تبقى يم الوزاره. نعم. المفروض هي تشوف حل، تشوف خطط، سياقات عندها معينه حتى المهندس العراقي ما يبقى مهمش، ما يبقى مظلوم. ليش هذا الاهمال دائما احنا نتعرض له؟ يعني نبقى الا الناشد والا نطلع وانا مع الرصيف يلا يطلع فلان من الناس يقول انتم وين انتم كذا عددكم 3000 2000 انتم هنا بالشارع 40 زين انا شلون اجيب ال 3000 كلهم انومهم بالشارع حتى تشوفني؟ نعم. اجيب البنات كلهم انومهم بالشارع زين انت تقبلها بناتك ولدك بالشارع ينامون؟ عمي والله تعبنا ما خلينا بشر ما ناشدناه، لا رئيس وزراء سابق لا حكومة لا عمار حكيم لا سيد مقتدى، يعني ما نقدر نحكي بعد لمن الناشد يعني وين. نعم. نوصل وين نروح؟ نعم حيدر ابقوا يعني انضم معي الان. حيدر بادي تنسيقية نفط العراق، مهندسي نفط العراق، حياك الله حيدر. حياك الله حيدر. نعم حيدر تسمعني؟ نعم حيدر. نعم انتقل ويا ضيفي وسام. وسام خطواتكم المقبلة اعتصامات وقفات احتجاجية وتظاهرات، وين تريدون توصلون؟ شنو نهاية يعني هاي الوقفات والاعتصامات؟ والله أختي الاعتصامات اعتصامات مستمرة. نعم. ناخذ يعني طلبنا هو تعيين، بالإضافة إلى تواصلنا وضغط المسؤولين النواب إلى أصحاب الشأن لهم تأثير صناعة القرار، ومستمر الأمور على هذا النحو. أما بالنسبة للاعتصام، الاعتصام مستمر بإذن الله ولن يتوقف إلى أن نأخذ استحقاقنا وهو التعيين. ومثل ما تعرفين أختي يعني وزارة النفط سنة 2021 دور حسين عبد الجبار نزلوا استمارة إلكترونية لتعيين 6000 درجة بصفة عقد وهم رضانا بها، أجر يومي عفوا، حتى مو عقد. نعم. وهم رضانا بها أجر يومي، راتب 600000. فهاي 6000 وزير النفط طلع أكثر من مرة على عدة قنوات، قال إحنا عندنا التزامات كشركات نفطية، كوزارة نفط، الأولوية لمهندسين النفط. أوفر إحنا، أوفر مهندسين النفط زملائنا وآبائنا وأمهاتنا وكلها. قلنا إن شاء الله. يعني الاولويه المهندسين النفط و6000 درجه، واحنا بذاك ال 2021 كان عددنا 500 ل 1600. نعم اليوم انتم عيادكم وصارت يعني مفاضله تزايد بسبب الخريجين، ويعني سنوات يعني كل سنه يتخرج عدد اكبر. ابقوا يا وسام، ارحب بضيفي حيدر بادي تنسيقيه مهندسين نفط العراق، حياك الله حيدر. حيدر حياك الله حيدر. حيدر بادي تسمعني؟ حيدر. نعم
هذا هو حال اليوم الخريجي هندسة النفط، للأسف حالهم اليوم صعب جدا. احنا مقبلين على فصل شتاء، فصل بارد، بالتالي اليوم معاناة كبيرة لخريجين هندسة النفط. نتأمل انه حلول جذرية وحلول سريعة لهاي الشريحة المهمشة. ارحب بحيدر مرة اخرى، حياك الله حيدر. حيدر بادي، حيدر بادي تسمعني؟ ماكو صوت، مدى يسمعني. نعم، ارجع ويا ضيفي حيدر الحين. حيدر، خطواتكم المقبلة؟ خطواتنا مستمرين بالاعتصام ان شاء الله، ونتمنى يعني من الجهات المعنية او النواب او كل ناشدنا، مخلينا جهة ما ناشدناها، نعم، انه يوصل صوتنا ونحصل لقاء بالوزير ان شاء الله. ان شاء الله هذه يعني نتامل خير احنا بهذه الحكومه، لان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ذكر وقال انه هذه الحكومه هي حكومه الخدمه، ومثلها بشغلتين هي اولا القضاء على الفساد والثانيه القضاء على البطاله. نعم. فاحنا اللي نرجو اولا القضاء على الفساد اللي موجود داخل وزاره النفط، اللي دي تروح درجاتنا الغير اختصاصات، نعرف ناس دي تشتغل بمكامن النفطيه ويعني بالحقول العراقيه احكي، يشغل مكان المهندس المكامن، يشغل مكان مهندس الانتاج، يشغل مكان مهندس الحفر اللي هو خريج العفو علوم قران وخريج تاريخ، ذولا كلهم موجودين وموجوده اسمائهم ودا يشتغلون بشغلنا وبحقولنا. فكيف انه مهندس النفط قاعد وشهاده ما لها علاقه بالاختصاص اصلا، ما بها اسم نفط دا يشتغل؟ حيدر، فاللي نرجو قضاء على هذا الموضوع. ان اتصال هاتفي من بعدها نرجع لك من حديثنا وياك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلي. انا نور من محافظة زيقار، مهندسة نفط. حياك الله نور. بس نحاول انه من خلال برنامجكم يوصل صوتنا لرئيس مجلس الوزراء شيع السوداني والى وزير النفط المهندس حيان، لان احنا كمهندسين نفط يعني انظلمنا على مر على مر اللي وزارة اللي وزير النفط استلمها اللي هو إحسان، ورمنا على مدار لأن إحنا صارنا يعني معدلات 95. أنا خريجة 2020، صار 6 سنوات، وأنا من محافظة زيقار اللي هي محافظة منتجة للنفط، وأنا صار 3 سنوات قاعدة وأكثر. وطبعا أنا باعتبار إني حديثة، لأن أكو 2019 أكو 2018، هواي من دفعات باقي عالم قاعدة هم مهندسين نفط، وإحنا بلد نفطي اللي هي العراق كله قائم على النفط. يعني إحنا العراق ايش عندنا غير النفط؟ ومهندس النفط قاعد، والعمال الأجنبية اللي هي ذات الشركات اللي ذاك اليوم نزل منشور إن شركة بترونات بليقار اللي إحنا بيها قاعدين صار سنوات بدون تعيين خريجين 2018 و17 كمهندسين نفط قاعدين نسمع انه اكو اعمال اجنبيه واكو مهندس اجنبي يستلم 100 مليون اللي هو يعين بي، يقدر يعين بي اكثر من 100 مليون، يعني يقدر يعين بي 100 مهندس قاعد بالشارع. يعني الى متى هذا الحال؟ نحن كمهندسين نفط الى متى نبقى هاي الفئه مهمشه وما حد يذكر هاي المشكله؟ يعني ما حد يذكرها هاي الفئه اللي هي معدلات 95 اللي تكون اصلا قريبه على المجموعه الطبيه، من غير التعب والسهر، ومهندسين نفط في بلد نفطي في بلد عايش اصلا عن نفط يبقى قاعد بالشارع ما عنده كروه يروح يتظاهر. الى متى هذا الحال؟ نور ان شاء الله يعني صوتك يوصل. شكرا لك. رحب بضيفي حيدر بادي، حياك الله حيدر. اهلا بست هبه، كذلك انا رحب بالقناه وارحب بالضيوف استاذ وسام واستاذ حيدر باعتبارهم ايضا ممثلين عن تنسيقيه خريجي هندسه نفط في العراق. نعم. حيدر، احنا تكلمنا عن معاناتكم كخريجين وتظاهراتكم، نريد نعرف اليوم خطواتكم المقبله. والله يا ست اعتقد الجماعه شرحوا المظلوميه وتكلموا، لكن احنا خطوتنا هي بدت احنا طبعا قبل سنه ونص او اكثر من سنه ونص، واكو جماعه ونا سنتين وثلاثه كنا نسوي وقفات، بس من سنه ونص بدينا نسوي وقفات، يعني كل شهر وقفه او كل شهرين وقفه امام وزاره النفط من كان الوزير استاذ حسان عبد الجبار، لكن للاسف ما كانت اي استجابه لمطالبنا، وكانوا دائما اجاباتهم على الموازنه على الموازنه. فكانت واحده من الحجج انه احنا عيننا من عندكم 6000 مهندس،
على قرار 192 سنة 2021. رجعنا على القوائم اللي هي موجودة عندنا ومنشورة أعتقد على موقع الوزارة مال 6000 درجة. 6000 درجة رجعنا عليهم حسبناهم اسم اسم، فقط 114 درجة لمهندسين النفط. نعم. بقية الدرجات توزعت على التخصصات الهندسية الأخرى. كل الاحترام للتخصصات الهندسية الأخرى، لكن إحنا أحق بوزارة النفط. المفروض يعني ما معقولة من 6000 درجة تعين لك 100 مهندس، زين البقية وين يروحون؟ والنتيجة حيدر حالياً حيدر يعني ضيفنا الموجود أيضاً يعني زميلك حيدر الرحيم ذكر أنه اختصاصات علوم قرآن وعلوم تاريخ متعينين، زين دولة شنو دخلهم؟ فعلاً فعلاً ست بسبب الاستثناءات اللي تصير، أكو صارت استثناءات فجاي يعينون أشخاص يعني مو بتخصصهم. نعم. وأنا أعرف شخص قدم على الاستمارة وهو يعني جغرافيا، تربية جغرافيا، وانقبل بالاستمارة، لكن ما أعرف أعتقد بعدين حذفه واسمه باعتباره مو مهندس. لكن أكو قرارات غير هذا القرار 192 شغلوا بيه اختصاصات ما لها علاقة بالنفط. زي شو تعيله بواسطات بدفع مبالغ مالية؟ بالضبط بالضبط ست، إحنا بالعراق في المحسوبية يعني كل شيء هواه يصير محسوبية وجاي تنظلم الكفاءات للأسف يعني. زين وأنتوا يوم ما عندكم محسوبية؟ فإحنا ست والله هاي شوفين حالنا. هل محتصمين باب وزارة النفط لو عندنا محسوبية ما احتصمنا؟ زين ما يعني مسؤول فترة الانتخابات يعني حاول انه يستغل اسمكم ويستغل والله والله العظيم والله العظيم ماني هسه ما مجبور احكي هذا قدام الاعلام. نعم. احد المسؤولين بمحافظة المثنى عن طريق جهة معينة، نعم، وعن طريق شخص وسيط بلغني بانه التعيين مالتك موجود، انت يا حيدر باي تعيينك موجود لكن تصير ويانا. لكن انا رفضت هذا الشيء اقسم بالله العلي العظيم ماني مسؤول عن كلامي. رفضت باعتبار المبدا احنا هو ما ننتخب المجرب، فالمجرب لا يجرب على هذا الشيء. نعم. فاحنا حاليا ست بدينا باحتصام مفتوح من تاريخ 1/11 امام وزاره النفط. نعم. وحضروا ويانا النواب ساندونا بالاحتصام، الكثير من النواب انا اخاف اذكر واحد وانسى البقيه، الحمد لله والشكر جاي يتعاونون ويانا الساده النواب ما قصروا. كم نائب؟ وجاي يخاطبون بكتب، والله تقريبا لحد الان اعتقد اكثر من 13 نائب. زارونا الاعتصام ووجهوا كتب رسمية. يوم الأحد زارونا مجموعة من السادة النواب منهم النائب السيد علاء الحيدري وكذلك النائب السيد أحمد طاهر الربيعي والأستاذ رفيق الصالحي والست انتصار الموسوي انتصار المالكي عفوا وكذلك الست بشرى القيسي عضوة لجنة النفط والغاز وكذلك اليوم زارونا الأستاذ محمد جاسم الخفاجي والنائب الاستاذ سعد عواد التوبي وكذلك النائب السيد حسين البطاط والكثير من النواب. صراحه من كل النواب انه يضامنون وياكم كخريجين، فاحنا نوجه شكرنا من خلال قناتكم للساده النواب على تضامنهم ويانا، ونطالبهم مو فقط زياره الاحتصام، نعم، نطالبهم بذل جهود حقيقيه من اجل انصاف هذه الشريحه المظلومه. نعم. عندنا اتصال هاتفي. الو 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 تفضلوا منو ويانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، منو ويانا؟ مرحبا سيد، حياك الله، تفضل منو يعني؟ وياكم مهندس علي جعفر مهندس نفط. شكرا لكم لإتاحة الفرصة. حياك الله علي، احنا اللي نشكركم على المناشدة. الى الجهات المعنية لمن يعنيه الامر، السيد محمد الشاع السوداني رئيس مجلس الوزراء وسيد حيان عبد الغني وزير النفط. حقيقة اريد استغل يعني مقابلتكم لتوضيح بعض النقاط المهمة حتى تكون عند مسمع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النفط. خلي اتكلم بالارقام، اليوم احنا بلد منتج من النفط، سبع اكثر من سبع محافظات نفطيه، اكثر من 12 شركه نفطيه حكوميه، عندنا حوالي اكثر من خمس مصافي، عشرات الشركات الاجنبيه، اكثر من 10 حقول عراقيه تحوي على مئات الابار، ناهيك عن انه العراق الخامس عالميا باحتياط النفط، يمتلك اكثر من 148 مليار و800 الف برميل، تمام؟ طيب، اليوم احنا يعني مهندس النفط وفق هاي الارقام كليتها البلد يعني ميزانيته اكثر من 95% من نفقات الدوله هي نفقات يعني نفطيه، يعني اعتمادها على النفط، بالتالي مهندس النفط معطل، يعني هذا الكلام يعني ما اعرف يعني الساده ما ماخذين بالهم من عنده كيف ما باقي الاختصاصات بعد. زين نتكلم عن العماله الاجنبيه؟ نعم. نتكلم عن عشرات الجنسيات، اليوم السريلانكي والبنغلاديش والنيبالي والفلبيني والهندي والصيني كلهم يعملون بالعراق وابن العراق معطل، حقيقة هذه يعني قد واقعة يندى لها الجبين،
يعني عندنا حسب احصائيات وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه لسنه 2019 اكثر من 750 الف عامل اجنبي معطل، يعني موجود بالعراق، وابن البلد معطل عن العمل، ما لاقي فرصه يشتغل. نسبه العماله المتفق عليها المفروض تكون 50-50، 50 اجنبي 50 عراقي 50%، اتكلم. نعم. بس حقيقه اذا نرجع للواقع اكثر من 80% بالحقول العراقيه وبالشركات العراقيه يعملون هم اجانب. طيب هذا ايش قد يكلف الدوله؟ الفرد الواحد من عندهم يكلف الدوله من حوالي 1000 دولار الى 10000 دولار بالمينيموم بالماكسيموم. يعني هذا كله مهندس النفط معطل عن العمل ابن البلد، ليش انا خيري انطيه للغريب؟ ليش ما خيري اعطيه لابن البلد؟ زين خليني اتكلم عن اليه، انه اليوم جايين بانه يردون خدمه العلم والتجنيد الالزامي. طبعا المؤسسات الامنيه يعني حقيقه ما شاء الله اعدادنا كلش هائله بها، اعداد المنتسبين، وهي غنيه عن انه ممكن عن خدمه العلم والتجنيد الالزامي. طيب انا ليش ما استغل هاي الفرصه؟ ما كان معطي 900 الف للمهندس النفط واخليه يروح يخدم خدمه الزاميه تجنيد الزامي، انطيه 900 الف او 400 الف واخليه يروح يخدم بمجال بهندسه النفط، اروح ادربه بالحقول، اروح ادربه بالشركات النفطيه. نعم. يعني هو ابدل هاي الفقره، انا ليش اليوم اوديه الا تجنيد الزامي؟ وهاي الفكره ممكن كل تخصص ادربه بتخصصه وانطيه نفس الاموال اللي مقرره لهذا الامر، المقرره للتجنيد الزامي. طيب اليوم عندنا وزاره التخطيط، اتكلم عنها امر اخر، وزاره التخطيط. وزاره التخطيط وين موقعها من الاعراب؟ اليوم انت من عندك اعداد خريجين هائله وفائضه عن الحاجه، طيب ليش ما تغلق الاقسام العلميه؟ ليش ما تغلق الاقسام اللسانيه؟ ليش انت فاتح اقسام وتخرج خريجين وانت بالاخير تقول لهم انا ما عندي لكم فرصه عمل؟ شويه اليوم البلد لازم الوزارات تاخذ دورها، لازم الوزارات تفعل الخطط السنويه والخطط الخمسيه، لابد من هذا الموضوع حقيقه. نعم. اخيرا حتى ما اطل على حضراتكم، دعوه للسيد وزير النفط حيان عبد الغني المحترم. نعم. ودعوه للمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني، انه التفاته الى ابنائكم، الى اخوانكم مهندسي النفط، تخصص فريد من نوعه. نعم. معدل عالي، ناس متفوقين، ناس اصحاب مهارات، طيب ما يقدرون تخصصهم كلش فريد من نوعه. نعم. وممكن انهم يعملون يعني بأي صراحه ان شاء الله حق آخر او مجال غير مجال النفط. فاتمنى من الجميع استفاده، وبالاخير شكرا جزيلا لكم لاتاحه هذه الفرصه. احنا اللي نشكرك، شكرا لك. ارجع ويا وسام. وسام، انتم حاليا معتصمين، بعد الاعتصامات شنو خطواتكم المقبله؟ خطوات المقبله واضحه، ذكرتها مرات، اعتصام مستمر. نعم. تواصل مع النواب المسؤولين، وطبعا حب اذكر نقطه مهمه جدا اختي العزيزه من خلال قناتكم بركتي وصلت الصوت. طبعا احنا في 4 شباط بهاي السنه 2022 التقينا، وقتها كان النائب السيد محمد الشاع السوداني ثاني نائب على مستوى العراق، وكان داعم لقضيه مهندسي نفط العراق، واوعدنا بحل القضيه من خلال دوره مجلس النواب او اي منصب يكون به. فاليوم هو الحمد لله والشكر نقول يعني هو صار رئيس وزراء، فما اعرف بعد وصل صوتنا يم يتذكرنا. احنا هسه جاي نحاول ونسعى من خلال بعض المسؤولين وبعض النواب انه راح الاساس يسوون لقاء مرتقب معه، حتى بس نقعد وياه نذكره نقول له انت كنت نائب وفي يوم 4 شباط التقيت ويانا، وهو يعرف بالمعلومات التفصيليه تقريبا عن مهندسي نفط العراق والمظلوميه والتهميش. بس الان يا سياده النائب انت الان اصبحت رئيس وزراء العراق واصبحت الرجل الاول بالعراق، باستطاعتك انت تحل القضيه، والقضيه مو صعبه والله اختي، لو صعبه ما نضغط الضغط هذا، ولكن قضيتنا حلها سهل وحلولها موجوده ومو مكلفه، وعددنا قلت لك يعني كلش قليل، ولكن ما اعرف هذا التناسي، هذا الاهمال، هذا الصمت تجاه مهندس نفط العراق، هل يبحثون عن فئات كبيره حتى يصير كاهل على الميزانيه؟ يعني مهتمين بالمحاضرين والعقود وعددهم 300 الف كاهل على الميزانيه، هذه حمل يعني اكيد هم يستاهلون يعني اخوان من هم تعبه والظاهره وحملات قمع صارت ضدهم واعتقالات، بالتالي ايضا هم انا يعني اخويا المحاضرين اخويا يعني اخويا يعني انا ما بس اقول لك كمثل انه احنا مهندسين نفط الا وزاره النفط. نعم. هم مهتمين مثل عقود الكهرباء والحشد والدفاع، وكلهم يستحقون وكلهم اولاد البلد وكلهم احنا هم على خطوه واحده، ولكن احنا ايضا لنا حق، حالنا حال حقوق الفئات الاخرى، بل حق اكثر، لان احنا عددنا قليل اختي قلت لك 3000 مهندس ما نتجاوز، وفقط بوزاره النفط، و2021 وزاره النفط تقول ما عندنا تعيينات، وتالي تفتح استماره، ومن 6000 كانت حصه مهندسي نفط العراق 2%، 114 مهندس نفط فقط. يعني لو خلينا 25%
6000 درجه ما يبقى مهندس نفط. نعم مساوم قايا انتقل نعم. حيدر بادي. حيدر انا سمعت انه انت عندك وثائق، شنو هاي الوثائق؟ ست اني هسه راح اعرض عليكم وثيقه نعم لاحد الاشخاص اللي هو اتش ار باكستاني، هو جنسيته باكستانيه زين. باحد الشركات النفطيه بالحقول العراقيه. نعم هاي الوثيقه اذا كان مع زميلنا المخرج انه يقرب لنا الصوره على الوثيقه. الوثيقه مطلوب بها انه احنا محتاجين باكستاني نعم. سالفه يعني الصوره حاليا يعني فقط جنسيه باكستانيه. اريد انا جنسيه باكستانيه، انا كاتش ار باكستاني جاي يقول، هو اللي اسمه مصعب موجود حسابه على موقع لينكدين، واعتقد سوى رجب وقتها ونشرنا الموضوع، لكن ما اعرف هل تمت الاستجابه، هل تمت متابعه الموضوع. طالب جنسيه باكستانيه والاختصاصات مود لوجر، مود انجينير، ورك اوفر انجينيرز، سيمنتي انجينيرز، تمام. فهي هاي كل التخصصات مالتنا، يعني هو شغل مالتنا. ايش قد الراتب؟ السالاري من 80 الى 100 دولار باليوم، يعني راتب الباكستاني وبدون خبره هو 30 ورقه باليوم. شنو الشرط؟ نعم نعم باليوم الواحد 100 دولار باليوم، لا بالشهر باليوم 100 دولار بالشهر 30، اي يعني بالشهر 30 متقدر يعني 3000 دولار. نعم فالشرط اللي طالبه فقط فيزا صالحه، بينما العراقي اذا قرروا ينشروا وظيفه للعراقي لازم خبره 5 سنوات. زين اني كمهندس خريج هندسه نفط منين اجيب الخبره؟ والباكستاني الباكستاني عنده وثيقه بالشركات؟ نعم دورات تطويريه ما عندكم؟ لا ما صارت دورات تطويريه بالشركات، صار بس تدريب صيفي وما يعني ما اهلونا حتى نشتغل بالشركات. نعم فالشغله ست عندي وثيقه ثانيه لكن للاسف ما لحقت انسخها وياي. اكو شخص ايضا مصري نشر انه يريد عنده 160 وظيفة للمصريين في الحقول النفطية العراقية، أقسم لك بالله العلي العظيم 160 وظيفة. زين الشخص الهندي أنا متابعهم على موقع لينكدين مال التوظيف، الشخص الهندي ناشر أريد هندي وموجودة بالوثائق عندي. بعد بعيدا عن هذه يعني جاي يجيبون بس أبناء بلدهم اللي هم الأجانب، فهم صاروا أهل البلد، إحنا صرنا غربة. تمام عندنا هنا من دائرة العقود والتراخيص النفطية عندنا هذا كتاب صادر انه لقوا شركة بتروناس الماليزية بقار تدفع لكل عامل اجنبي رواتب من 10000 الى 85000 دولار. يعني العامل الاجنبي الواحد، يعني اكو عامل اجنبي يستلم 8 شدات ونص، يعني 850 ورقة، وهي بالوثيقة بالشهر 850 ورقة 8 شدات ونص، يعني راتب مال 123 مهندس عراقي. يعني ممكن فد 5 عمال اجانب من ذول اللي مشغليهم او المهندسين الاجانب يغطي كل مهندسين نفط العراق يقدرون. فكل شيء موجود، الفلوس موجوده بالعراق ما شاء الله، والميزانيه بيها فائض، والاحتياج موجود. انا هسه جيت من الاحتصام وحتى بعدنا بزي الاحتصام. نعم. والتعب اعتقد واضح، احنا محتصمين صار هذا الاسبوع الثاني. اي والله العظيم يعني كلش جاي نتعب وبالشمس فهسه انا رجعت من لقاء مدير العلاقات والاعلام استاذ حارث، قال الاحتياج مالتكم موجود. قلت له انطينا كتاب رسمي، قال ما نقدر نعطيكم كتاب رسمي ومذكرات داخليه. نعم قبل فتره تقريبا بشهر السابع سوينا لقاء ايضا وكيل وزير النفط الاستاذ حامد الزوبعي، قال احنا محتاجيكم، وصدرنا كتاب من لجنة النفط والغاز عن طريق الأستاذ سيد علاء الحيدري وبتصويت 21 نائب من لجنة النفط والغاز، من كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصدروا الأمانة العامة لكن ما تمت الموافقة. كذلك خاطبنا بعدين أحد الكتب، ردوا علينا أنه شغلتكم مو يمنا وزارة النفط، قالوا شغلتكم يمنا وزارة المالية. خاطبنا وزارة المالية عن طريق النائب الست نفوذ حسين الموسوي بتاريخ 10/4/2022 بكتاب رسمي، هذا الكتاب موجود. شنو رد وزارة المالية؟ وزارة المالية يعني مضمون الكتاب بأنه بأن يتم مفاتحتنا من قبل الجهة المعنية، يعني مجرد يا وزارة النفط بس فاتحين بالموضوع لغرض تزويدنا بالأوليات، زودينا بالأوليات من مهندسين النفط، أسماءهم تخصصاتهم حتى نبدأ نشغلهم. هذا الكتاب بتوقيع الست طيف سامي اللي هي وزيرة المالية حاليا ووكيل وزير المالية سابقا، يعني وزارة المالية ما عندها مشكلة. بعدين خاطبنا مجلس الخدمة الاتحادي أيضا بكتاب رسمي، مجلس الخدمة الاتحادي قالوا توفير درجاتكم من اختصاص وزارة النفط.
لكن اللي جاي يصير يعني وزارة النفط ما أعرف لحد الآن ما وصلنا الحل وياهم. فإحنا نتأمل ونوجه دعوة من خلال قناتكم إلى المسؤولين وكل النواب وبالخصوص السيد وزير النفط معالي الوزير السيد حيان عبد الغني إنه ينظر لأبناء أبناء البلد كفاءات البلد أغلبهم يعني أو أكو بهم كل شيء هواي أوائل وهم بعد تخصص رقم واحد بالهندسة وتقريبا تخصص رقم اثنين بالعراق بعد الطب بعد الطب العام فتخصص مهم القطاع النفطي بتطوير. فإحنا من صار النائب الأول رئيس مجلس النواب أستاذ محسن المندلاوي كذلك نوجه تحياتنا إليه ونوجه شكرنا إليه ولكل النواب اللي سعوا بهذه القضية وجه كتاب بتاريخ 29/9/2022 رفع على السيد رئيس مجلس الوزراء على مود بفقرات إرفاقا بالموازنة. واحدة من الفقرات كانت توجيه وزارة النفط باستيعاب خريجي هندسة النفط، هاي الفقرة رقم 9 زين ومعهد النفط والعلومين، احنا شغلنا على خريجي هندسة النفط. فهذا الكتاب همش عليه رئيس الوزراء بعد الاجتماع اللي صار بتاريخ 1/11 قال إعداد خلاصة بالموضوع وحسب ما تم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء في تاريخ 1/11 همش عليه بتاريخ 3/11 لكن من يعني اللي ناقشوا بهاي الفترة 1/11 بيوم 1/11 بالجلسة ناقشوا كل الفقرات إلا الفقرة مهندسين النفط خريجي هندسة النفط اللي معطلين عن العمل ما ناقشوها ما نعرف السبب شنو. نعم. فإحنا ست أيضا نعم ولو نعم. بس نعطينا دقيقة إذا ما صير زحمة. لأن الوقت داهمنا يعني أعرف. صراحة. ست فإحنا يعني ما نعرف شنو اللي صار. التقيت بالسيد الوزير يوم الأحد كممثل عن خريجي هندسة النفط في العراق وحشيت المظلومية وشرحت له وأنطينا الكتاب نفسه وأنطينا طلب أيضا مالتنا وقال إحنا إن شاء الله هسه طرحت عليه القضية مالتكم. وراح نناقش الموضوع. نعم. فيوم الثلاثاء اللي هي البارحة صارت جلسة مجلس الوزراء أيضا ما تم مناقشة موضوعنا. فإحنا ما جاي نعرف ليش جاي يصير تجاهل لمهندسين النفط، ليش جاي يصير الأبناء يعني أبناء البلد أو بلد نفطي والقطاع النفطي بتطوير والدرجات موجودة والاحتياج موجود لمهندسين النفط وهم يعني هم أساس تشغيل وتطوير وزارة النفط هم كأبناء نعم. البلد. حيدر ليش جاي نجيب الأجانب ما جاي يصير إنصاف لمهندسين النفط؟ يعني حيدر صراحة إحنا سأمل رسالة توصل لمعالي الله يحفظ الست وزير النفط حيان عبد الغني إن شاء الله يستجيب لمطالبكم وواعدكم إن شاء الله وعودة تكون خير هاي المرة. إن شاء الله. شكرا لك حيدر بادي تنسيقية مهندسي العراق شكرا لانضمامك. مهندسي النفط ست. نفط العراق نعم. خريج هندسة نفط العراق. شكرا لك وأيضا أحب أشكر حيدر رحيم مهندس نفط. وايضا احب اشكر وسام العلي ايضا مهندس نفط واحد تنسيقية خريجي نفط العراق. وصلنا وياكم مشاهدينا الى ختام حلقتنا انتظروا يوم غد ان شاء الله حلقه جديده من المعتمد. الى اللقاء.